قرب اكتر من المشهد مع الزميل الاعلامي الاستاذ فيصل الهاجري الاعلامي القطري في قناه الكاس. استاذ فيصل مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. زين، حياك الله، مسي عليك ومسي على الساده المشاهدين. حياك. قل لي بقى، وانت راجل اعلامي زميل راصد للحدث في قلبه، شايف مشاركه الاهلي ورؤيتك لمباراه السبت ازاي؟ للأمانة الأهلي يعني لو بنتكلم عن قيمة الأهلي وعن مكانة الأهلي وتواجد الأهلي في أي مكان في العالم، فمهما تكلمنا ومهما مدحنا راح نبخس حقه صراحة، لأن الفريق بطولات تتكلم عنه، تاريخه يتكلم عنه، جماهيريته، قيمته من ناحية فنية وحتى من ناحية تاريخية قيمة كبيرة. مشاركة الأهلي أكيد أنها مهمة عندنا في قطر في هذه البطولة، ومشاركة الأهلي كممثل للعرب أيضا تعتبر مهمة وفيها دعم كبير، غير طبعا تواجده في أكثر من مرة في قطر وشفنا الشعبية الكبيرة للأهلي. ف للأمانة الأهلي يعني له قيمته وله مكانته سواء في قطر أو غير قطر. أما من ناحية فنية انا ما ادري، يعني انتوا اخواننا المصريين تعرفون الاهلي اكثر منا، فالاهلي دائما في الاحداث الكبيره او في المباريات الكبيره دائما ما يكون حاضر، دائما يكون بشخصيته وبقيمته في مثل هذه المشاركات. فانا راح اقول يعني مش خايفين على الاهلي سواء ضد باتشوكا او ان شاء الله حتى لو وصل للنهائي راح يكون يظهر بالصوره الحقيقيه لهذا النادي الكبير. يعني تفضل. لا تفضل. طيب، من خلال مباراة باتشوكا وبوتافوجو شايف فرص الاهلي ايه في مباراة السبت يا استاذ فيصل؟ وللامانه الفرص سواء قبل حتى مباراة بوتافوجو او باتشوكا، للامانه الفرصه مش صغيره للاهلي، اشوف ان فرصه كبيره. ضد باتشوكا فرصته اكبر بحكم وضع باتشوكا، وباتشوكا تقريبا يمكن هذه المباراه هذه جات بعد 6 شهور من اخر مباراه كبيره لعبها تحت ضغط كبير. الشغله الثانيه باتشوكا متواجد او لعب اخر مباراه رسميه له تقريبا قبل شهرين اتوقع او شهر ونص قبل مباراه التفوق، فاتوقع ان وضع الاهلي افضل. الاهلي اتوقع اخر مباراه لعبها في دوري ابطال افريقيا صحيح؟ اي كان متعادل. اي انا للامانه اشوف ان وضع الاهلي افضل، وان شاء الله نتمنى التوفيق للاهلي ويحقق الانتصار في هذه المباراه، ونشوف ان شاء الله في النهايه يعني ياخذ اللي يستحقه ان شاء الله. ان شاء الله، وسعداء بتواجدنا في قطر، ودائما استضافه الاحداث الكبرى يعني بتحطنا في تحدي في وسط جماهيرنا واهلينا، وزي ما قلت حضرتك جمله رائعه دلوقتي ليت الناس تفهمها، ان الاهلي مش بس بيمثل افريقيا، انت اشرت عليه انه بيمثلنا كعرب، فدي جمله مهمه جدا عشان الناس يعني اللي بتحب دايما لما يلعب الاهلي يقول لك بيمثل نفسه، مفيش حد بيمثل نفسه في المحافل الكبرى. شوف، احنا يمكن في كاس العالم اللي كان بقطر ومشاركه الفرق العربيه وتحديدا المنتخب المغربي واللي سواه، ترى التماسك كمشجعين، احنا نتكلم كمشجعين وكمحبين للكره العربيه نفرح دائما. اليوم مثلا واحده من الشغلات اللي صارت للاعبين العرب مثل سعود عبد الحميد او مرموش او اللاعبين اللي قاعدين يتالقون في الدول الاوروبيه، الكل قاعد يفرح لها. نفس الشيء الفرق لما يشاركون في بطولات مثل هذه ويشارك ضد فرق غير عربيه، دائما نفضل او نتمنى التوفيق للفرق العربيه على حساب الفرق الاخرى. بالعكس، في النهايه هو حامل للرايه المصريه، للرايه الافريقيه، للرايه العربيه. بالعكس، المفروض ان الكل يوقف معه سواء الاهلي او غير الاهلي، كل الفرق. طيب، جمهور الاهلي واضح جدا اقباله الكثيف على المباراه، والكلام انه استاد 974 ربما يكون ممتلئا ان شاء الله يوم السبت. انطباعك ايه عن الحضور الجماهيري وتاثيره؟
انا ترى اتكلم يعني انا محاط بكثير من مشجعي الاهلي، ما شاء الله عليكم انتم في كل مكان، يعني انا متوقع حتى راح يكون باعداد اكبر من اللي راح تتواجد في الاستاد، خارج الاستاد راح تتواجدون في الاماكن اللي راح يكون فيها عرض المباراه. جمهور الاهلي جمهور كبير، عدد كبير، خاصه عندنا في قطر له شعبيه كبيره، وشفنا الشيء هذا بمشاركه الاهلي اكثر من مره. اعلام الزميل القطري فيصل الهجري من قناه الكاس.